كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. قررنا أننا نستضفوا الأستاذ مصطفى شقدالي في توقيع جميل لكتابيه المجتمع الافتراضي وكلام الأبكم. نشكر بزاف لونيفرسيتي بن زهر اللي وفرت لنا الفضاء اللي غادي نعرضوا فيه هذا اللقاء، وأيضا كنشكر الضيوف بزاف اللي جاوا، وهذا كيدل على الصدى وعلى تيدل حتى على الشعبية اللي كيحظى بها الأستاذ ديالنا أستاذ مصطفى شقدالي. في هذا اللقاء المنظم من طرف جمعية مرايا بأكادير، ولقاء فيه نوع من تقديم كتابين إن صح التعبير، وخاصة كتاب المجتمع والافتراضي وهو كتاب باللغة الفرنسية مع الأستاذ عبد الحق محتاج. سنحاول قدر المستطاع أن نتحدث عن التغيرات والتحولات على مستوى السلوك فيما يخص التعامل مع واستعمال العالم الرقمي الافتراضي في مجتمعنا طبعا، وهناك كذلك توقيع واحتفاء بكتاب آخر اللي هو كلام الأبكم، وهو كتاب شذري فيه شذرات متعددة له طابع فلسفي نوعا ما. فنعتقد بأن هو احتفاء بشخص متواضع في هذا اللقاء مع الجمعية مشكورة وعلى رأسها الأستاذة سامية أحمد رئيسة الجمعية وكل أعضاء، والأستاذة لطيفة بقى وكل أعضاء الذين استقبلونني طبعا ورحبوا بي هنا في مدينة أكادير. جئت من طنجة، قطعت أكثر من 1000 كيلومتر حتى يمكن أن ألتقي بأحبتي الافتراضيين والذين أصبحوا كذلك واقعيين وبعض الأصدقاء كذلك. فإذا اللقاء سيكون لقاء تحاوريا حميميا تفاعليا بخصوص مواضيع نعيشها جميعا في مجتمعنا، خاصة فيما يتعلق بعلاقتنا بالافتراضي وفيسبوك وتويتر وكل الشبكات الافتراضية التي نتعامل معها بطريقة أو بأخرى، وستكون قراءة سيكوسوسيولوجية إن شاء الله.